أكد الباحث في الاتصال السياسي والمؤسسي أحمد عبد المجيد أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي تجرى مناقشته بجلسات الحوار الوطني بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يمثل خطوة مهمة لإصلاح منظومة التعليم في مصر وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات التنمية. وجاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. النهارده احنا في الحوار الوطني بنتكلم على ادوات القانون الجديد بالنسبه لاقرار المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب. الاليات الهامه اللي بنواجهها في حياتنا في قضيه بناء الانسان هي فكره تدريب المعلم واجراءات تطوير الطالب نفسه فكريا وذهنيا ومواكبه سوق العمل وتدريبه في التعليم قبل الجامعي وتحويله الى طالب جامعي ثم انطلاقه لسوق العمل بعد كده. احد القضايا المهمه اللي احنا بنواجهها في مصر هنا بقى لنا 10 سنين هي فكره القضاء على الموروثات القديمه بالنسبه للاسر نفسها. فالنهارده الدور الاسري هو فكره ان انا النهارده اقدم الطالب نفسه أو أن أنا أحوله إلى طالب قادر على أن هو يتواكب مع الإجراءات الحديثة التي تتخذها الدولة من خلال التحول الرقمي، من خلال البنك المعرفة. برضو في بعض الإجراءات اللي بتتم من خلال وزارة التربية والتعليم في إنشاء قنوات مدرستنا وإطلاق التعليم العملي من خلال الإنترنت. دي إجراءات بتسهل كتير جدا على الطالب وبتقضي على دروس خصوصية، وبالتالي قد أنها تؤدي إلى تقليل الإنفاق بالنسبة للأسرة، وده هيؤدي لتقليل التضخم الاقتصادي بالنسبة لمصر في المرحلة القادمة إن شاء الله.